الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم في رحاب حلقتنا هذه من برنامج الميسر في أحكام الدين، حيث نتحدث عن شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة هي الأمور التي يجب توفرها في المصلي قبل الشروع في الصلاة، ومنها الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، والتمييز، وهو أن يكون الولد وصل إلى سن يفهم الخطاب ويرد الجواب، والطهارة عن الحدثين، أي لا بد أن يكون الشخص طاهرا عن الحدث الأكبر ومتوضئا، وإلا فلا تصح صلاته، وطهارة ثياب المصلي وبدنه والمكان الذي يصلي فيه ومحموله من النجاسة التي لا يعفى عنها، وستر العورة، أي أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة. أما المرأة الحرة فعليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. والعلم بدخول وقت الصلاة، أي أن يعرف المصلي أن وقت الصلاة قد دخل يقينا لا ظنا. واستقبال القبلة، أي الكعبة المشرفة التي هي في مكة المكرمة. والعلم بفرضيتها، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. فالمصلي الذي يخل بشرط من هذه الشروط لا تصح صلاته. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج الميسر في أحكام الدين، لنكمل الكلام في الحلقة القادمة عن أركان الصلاة، فتابعونا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.